الزمالك بيفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في عرض جميل كده بالنسبة للزملكاوية. طبعا بأقل مجهود وبأقل إمكانيات الزمالك بيعمل اللي هو عايزه وبيكسب نتيجة كبيرة جدا على بيراميدز عشان يكون ده الفوز السابع ليه على التوالي في الدوري كده، ويأكد لكل الناس إن الدوري السنة دي في 100 عقبة، الدوري زملكاوي بامتياز وبصراحة يستاهلوه. هكلمك طبعا في كل التفاصيل. قبل أي حاجة قولي في الكومنتات دلوقتي وقت شايف ان الدوري لسه في الملعب، لانه رقميا ما خلصش كده، الدوري لسه رقميا ممكن يروح للاهلي وممكن لبيراميدز، لكن بنسبه فوق ال 95 او ال 99% كمان الدوري انا شايف انه زملكاوي. هستنى كومنتاتكم، شايف مين نجم المباراه النهارده ومين الأسوأ في المباراه، مستني الكومنتات نتناقش فيها مع بعض، هنتكلم عن كل تفاصيل المباراه. كمل الفيديو لاخر واخبط لايك للفيديو كده، شير على قد ما تقدر، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هعملها بعد كده. ويلا بينا. الكور العالية روكسون القاضي مونكون شاط الكورة الجول القاضي مونكون القاضي جيسوالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك البرتغالي، المدرب الكبير قوي، المدرب المخضرم، المدرب اللي بيعمل كل حاجه هو عايزها باقل امكانيات كده. الزمالك اللي ما حصلوش اي تدعيم السنه دي، الزمالك اللي رحل عنه لعيبه كتير قوي في خلال الموسم كده، بدايه من فرجاني ساسي، بعد كده بيرحل عنك كمان مصطفى فتحي، بعد كده بيرحل عنك واحد زي اشرف بن شرقي، وبيرحل عنك لعيبه كتير جدا وما بتقدرش ان انت تعوضها، كمان بيدخل مكانهم لعيبه ناشئين وبيخرج من كل لاعب عنده احسن مستوى ليه، يعني دي احسن مستويات زيزو. زيزو لعيب مميز في كل السنين اللي فاتت، لكن السنه دي مختلفه تماما. واحد زي امام عاشور بينفجر في نص الملعب كده، كمان منظومه دفاعيه محترمه جدا للزمالك، تحس ان عشان يجي فيهم جول لا الموضوع صعب جدا. فيريرا عامل كل حاجه حرفيا، عامل استقرار للنادي واستقرار للفريق واستقرار في النتائج كمان، وخد كاس مصر ورايح للدوري كده بمنتهى القوه. بصراحه شابو لفيريرا، عاملين الصح، استمراريه في بقاء المدرب اللي قادر يتصرف مع الفريق. الناس كانت بتقول الاهلي مع موسيماني اداؤه سيء جدا وبيكسب وبياخد بطولات بس، لكن مفيش اداء. طب ايه رايك في اداء فيريرا مع نادي الزمالك؟ النهارده الزمالك قدام بيراميدز بيلعب زي ما الاهلي كده كان بيلعب قدام بايرن ميونخ، دفاع منطقه ولعب على المرتدات بس، وسيناريو المباراه خدمهم ان هم يسجلوا هدف في اول دقيقه، لكن هو بيلعب باسلوب دفاعي واضح جدا قدام الفرق كلها، بيلعب 3-4-3 ثلاثي بس بيكون قدام، وساعات بيكونوا 2 بس زيزو سيف الدين الجزيري وباقي الفرقه كلها بتدافع، حتى زيزو والجزيري بيكونوا تحت الكوره كمان، والفريق كله كده كومباكت وحده واحده بيدافع كله، وهو ده الصح، بيلعب بالامكانيات اللي عنده. المهم انه بيحقق التارجت وبياخد اللي هو عايزه من المباراه. بيلعب بيراميدز الفريق اللي سكواده افضل من الزمالك بكتير جدا على مستوى الافراد، لكن كتيم كامل كده في الملعب النهارده الزمالك ظهر افضل وقدر يكسب بثلاثيه نظيفة. طيب الدوري بقى شكله بقى عامل ازاي؟ هل الزمالك فنشه خلاص؟ هقول لك ان الزمالك دلوقتي لعب 28 مباراه معاه 66 نقطه في المركز الاول، طاير لوحده بيرفرف فوق كده، تيجي بعديه تلاقي بيراميدز اللي لعب 28 نقطه برضو نفس عدد المباريات بتوع الزمالك، لكن معاه 59 نقطه، اقل من الزمالك بكام بقى؟ اقل من الزمالك بسبع نقاط كامله كده. خلاص الموضوع بقى صعب جدا عشان بيراميدز يعدي الزمالك، لا الموضوع بقى في صعوبه، محتاج ان الزمالك يقع 3 ماتشات كده عشان يقدر ان هو يعديه، فالموضوع طبعا بقى صعب جدا. طب تعال نبص بقى، هل النادي الاهلي لسه في القصه ولا بعدنا عن القصه؟ الاهلي دلوقتي لاعب 26 مباراه، باقي له ماتشين عشان يتساوى معاهم، ومعانا 55 نقطه، بقينا ماتشين ب6 نقط، لو قدرنا نكسب الماتشين دول نروح ل 61 نقطه، الزمالك 66، يبقى فرق بينك وبينهم 5 نقاط، ده على افتراض يعني ان انت كسبت الماتشين المؤجلين ليك دول، يبقى فرق بينك وبينهم 5 نقاط، تنتظر سقوط الزمالك مرتين مش مره واحده، ولازم مره فيهم بخساره. يعني الزمالك لو اتعادل ماتشين وكسب 4 ماتشات من الـ6 اللي فاضلين له يتوج بالدوري خلاص من غير ما يبص لباقي الفرق، لازم يخسر مباراه ويتعادل مباراه والاهلي يكسب كل ماتشاته عشان الاهلي يقدر ان هو يعديه، او يتعادل في 3 ماتشات كده. فالموضوع بصراحه صعب جدا، على الورق ممكن لكن في الواقع انا شايف انه مش ممكن، وشايف ان الدوري خلاص 100%
100% في 100 عقبة. فمبروك كده لكل الزملكاوية، ومبروك طبعا الاول لجماهير الزمالك اللي عاملين ملاحم كبيرة جدا في الاستاد، وعندهم بطولة الدوري غالية جدا طبعا، ما بياخدوهاش كتير زينا كده، مش متعودين عليها، فلما بييجوا ياخدوا الدوري او بيقربوا منه بيكونوا مبسوطين جدا طبعا، وبيكونوا مليين الدنيا كده فرحة وسعادة، وعلى السوشيال ميديا وفي المدرجات، وتلاقيهم منتشرين في كل حتة، يا عيني الفرحة ما بتجيلهمش كتير. لكن احنا الدوري بالنسبة لنا زي السلام عليكم كده، بناخده 5-6 سنين ورا بعض، فبنبقى عادي متعودين عليه، وموضوع كأنه طبيعي، زي ما بتكسب مباراة 3 بونت كده، الفرق بيننا وبينهم كبير في الموضوع ده. هقول لك ماتشات الزمالك اللي بقياله ايه، الست ماتشات اللي فاضلين له كده، هل ممكن يقع في حاجة فيهم ولا لا؟ الزمالك فاضل له 6 ماتشات، فاضل له ماتش مع الجونة اللي بينازع على الهبوط، واللي الماتش بالنسبة له مش هيكون سهل خالص، فاضل له ماتش مع مصر المقصة اللي بيتغلب من طوب الارض، الفريق الضعيف جدا اللي اخر الدوري دلوقتي واللي ضمن الهبوط رسميا خلاص، اعتقد ان ده 3 بونت سهلين جدا للزمالك. عنده بعديها كمان فاركو، وبعد كده الاتحاد السكندري، 2 في وسط الجدول، لكن فريقين اقوياء، فريقين يقدروا يعملوا ماتشات صعبة. بعد كده عنده المصري، بعد كده عنده المباراة الاخيرة مع ايسترن كومباني اللي برضو بينازع في الهبوط كده، وممكن تكون المباراة الاخيرة دي مباراة حياة او موت بالنسبة لهم، لازم ياخدوا فيها بونت او 3 نقاط عشان يفضلوا في الدوري. فالماتشات صعبة، مش هقول لك ان هي سهلة، لكن ماتشات النادي الاهلي اكيد اصعب. اللي عنده بقى ايه، عنده 8 ماتشات مش 6، وعشان يفكر في الدوري لازم يكسب الـ8 على بعض كده، ويستنى وقوع الزمالك في ماتشين، الموضوع قلنا صعب جدا. فالزمالك خلاص مركز اول، المنافسة حاليا مين هيفنش الدوري تاني، الموضوع في ايد النادي الاهلي، لو كسب ماتشاته من غير ما يبص على بيراميدز نبقى تاني رسمي. فينيرا بدا المباراة بالتشكيل الطبيعي بتاعه، 5-2-3 او 3-4-3 كده، في حراسة المرمى عواد، قدامه ثلاثي حسام عبد المجيد والمسلوسي وبينهم الونش، على يمين سيد نمار، على الشمال فتوح، 2 في نص الملعب عبد الغني وجنبيه امام، وثلاثي امامي زيزو واوباما ومهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. ده تشكيل الزمالك اللي بدا كده. على الناحيه الثانيه تكيز جونياس بدا بالتشكيل الطبيعي بتاعه، 4-2-3-1، في حراسه المرمى احمد الشناوي، قدامه رباعي، اسامه جلال وجنبيه علي جبر، باك يمين النهارده احمد توفيق، باك شمال كان بيلعب من اول المباراه حسين السيد، واثنين في نص الملعب توري والكارتي، وقدامهم عبد الله السعيد، وعلى يمينه موجود فخر الدين بن يوسف، وعلى الشمال رمضان اللي كانوا بيبدلوا مع بعض، وبلاقي رمضان ناحيه يمين مش عارف ليه مع انه بيجيد ناحيه الشمال. عموما رمضان كان سيء جدا النهارده. وفي الامام فخري لاكاي، دي التشكيله اللي بدا بيها تكيس النهارده، ومع بدايه المباراه سيناريو غريب، في الدقيقه 1 او في الدقيقه 0 كده، اول ما المباراه بدات، ضرب الجزاء لنادي الزمالك، وبصراحه ضرب الجزاء صحيحه، في صوره انتشرت كده ان امام عاشور هو اللي شاد التيشيرت لاعب بيراميدز الاول، لكن انا شايف انه كان احتكاك عادي، وضرب الجزاء فعلا صحيحه للزمالك، بيحسب على الحكم بدون تردد، بدون الرجوع للفار، عشان زيزو يسجل هدف اول في الدقيقه 1 للزمالك، كانهم بادئين المباراه 1-0. وطبعا فييرا ما بيصدق، انا متقدم، العب اللعب اللي انا عايزه، كله تحت الكوره، كله مضيق مساحات، انكماش غير عادي، بلعب على الكونتر اتاك بس، وبسيب للفريق الكوره، اعمل اللي انت عايزه. وده اللي حصل فعلا، لكن بيراميدز بالعكس كان شرس وكان خطير جدا في بدايه المباراه، حط واحده في العارضه فخر الدين بن يوسف، شط واحده عبد الله السعيد خبطت وتلعب بره، وواحده من الكارتي تصدى ليها عواد، وكانوا هاجمين بمنتهى القوه. الكورنرات في اخر المباراه تقريبا كانت 12-2 كده، استحواذ عالي جدا، تقريبا 70% البيراميدز كان اكتساح المباراه وان سايد جيم، لكن الزمالك عمل اللي هو عايزه واللي هو بيحبه، سجل هدف من ضرب الجزاء في اول المباراه، وفي الدقيقه 24 سيف الدين الجزيري بيسجل الثاني كمان عشان يموت المباراه، كره امام عاشور بيعملها بامتياز كده لسيد نيمار اللي بيرقص ترقيصه روعه، ده نيمار بجد يا جماعه مش السيد نيمار، وبيلعب الكره لسيف الدين الجزيري بيحط الهدف الثاني. يخرج الشوط الاول 2-0 للزمالك بكل اريحيه، ينزلوا الشوط الثاني بنفس الطريقه ونفس الفكر ونفس الاسلوب، يموتوا المباراه تماما، بيراميدز عاجز مش قادر يعمل حاجه، بينقل الكره من يمين للشمال، عبد الله السعيد محور اللعب، بيحاولوا ان هم يشوطوا من بره كذا مره، اشوف كذا لاعب بيشوط، لكن الموضوع صعب جدا، مش قادرين ان هم يهددوا مرمى الزمالك او يسجلوا اهداف. فييرا حرفيا معلم، بيعمل كل اللي هو عايزه، تغييرات كتير بقى من هنا ومن هنا، والتغيير الاميز نزول شيكابالا وخروج زيزو اللي بيسجل الهدف الثالث في البلاس 90 كده، هدف عالمي من شيكابالا، بيرقص وبيعدل الكره على شماله، والكره بتاعته بيحطها على طول من فوق الجول، عشان تبقى النتيجه 3-0 والزمالك يكسب مكسب كبير على بيراميدز كده، وينفرد بالصداره ويقترب للدوري بنسبه 99%. زي ما بقول لك الموضوع خلاص، الزمالك دلوقتي الموضوع في ايديه، لو كسب 5 ماتشات من الـ6 اللي فاضلين له دول يتوج رسميا بالدوري
الدوري كده، فخلاص الموضوع بقى مسألة وقت، والدوري التاني على التوالي للزمالك حاجة ما شفتهاش. آخر مرة حصلت كانت في 2002-2003، من زمان قوي كده، كان عندي 8-9 سنين يعني، ما كنتش لسه متابع جيد للكورة، فما شفتش في حياتي بصراحة ان الدوري يضيع من النادي الاهلي سنتين ورا بعض. ما حضرتهاش غير في 2015 والسنة اللي فاتت ان الدوري يروح للزمالك. كل السنين الباقية بقى 15-16 سنة كده الاهلي دايما بياخد الدوري، لكن يضيع مننا سنتين ورا بعض دي جديدة عليا بصراحة. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وشايفين ان الدوري انتهى زي ما انا شايف ولا لسه الموضوع في الملعب؟ مين الافضل النهاردة ومين الاسوأ؟ مستني كومنتاتكم كلها. ما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هعملها بعد كده. سلام.